هاي. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه حاجه صغيره اقعد فيها اسبوع. عندي يا فندم اوضه بتبص على البسين عامله 1000 جنيه في اليوم. انا مش عايزه اوضه اكيد، انا عايزه سويت ويكون في اوضتين وليفنج صغير. موجود يا فندم، عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه. اوكي كويس ده. تحت امرك يا فندم. حضرتك يا ترى هتدفعي فيزا ولا كاش؟ فيزا. طب استاذن حضرتك في الفيزا والبطايق. اوكي. اتفضل. لحظة واحدة. اسف يا فندم، الفيزا دي مش شغالة. مش شغالة ازاي؟ جربها تاني. برضه مش شغالة. طب ثانية واحدة بس هكلم البنك وارجع لك. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ثانك يو. يور ويلكم. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تحجزه على كل الفلوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن، انا مالي؟ طب ممكن تديني كارد بسرعة؟ ضامن؟ اوكي ضمان هدومي، شنطي، ساعتي. انا مش بكلمك على ساعة معفنة على فكرة، بكلمك على رولكس. والله مش هينفع؟ اوكي بس خليكوا فاكرينها. شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ انا نيلي مكاوي امشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص، وكمان مفيش حته بيت فيها. تعالي ماما ميمي ناكل في الريستورانت. هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس. انا ما معيش فلوس اكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ انا هكلم اصحابي اشوف حد مبات عنده. الو هاي نادين، ازيك؟ نادين بصي انا كان عندي مشكله وكنت عايزه اقعد عندك اسبوع او اتنين. مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟ لا طبعا اكيد مش هقعد في حته من غير حمام يعني. اوكي ثانك يو نادين. هاي تارا. هاي يارا. هاي سارة. هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانة. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا انا ايه؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عطشانة وجعانة. ماما ميمي انتي شربتي كوبايتي؟ انتي مش سامعاني بقول ان انا عطشانة وجعانة؟ ها؟ ما تعمليليش فيس الغلبانة ده. حرام عليكي يعني بجد، انا كنت نفسي اشرب قوي. يعني لو سمحت ممكن تجيب لنا اتنين ويلكم درينك تاني؟ خليهم ثلاثة. بقول لك ايه؟ خليهم خمسة وهظبطك. يا خالتي هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ايه الوتوب ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجة، احنا نتسبسب سبسبة كده من غير ما حد ياخد باله، ونمشي يمين كده نخش في الحارة الضيقة، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله، ولا مين شاف ولا مين دي. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهدي اللعب، ريح يا شبح ريح، ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخلة علينا،
الناس اللي دخلتهم نورت الحاره تمه. حبيبه قلبي خالتي وخالتي الحاره صباح، وعروستي شوشو بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفه. اوف سيب لي انا بقى التحيه دي، تحيه مني للست صباح المحترمه اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب، الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يمهل ولا يهمل، هم رجعونا تاني زي القرش الماسح. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحراميه. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكت لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا كلها يومين ثلاثه اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس وما شاء الله وشك كان وش السعده عليه. يا بنت الكلب سيبيني انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بم. وجايه ابارك واهني لاختي وحبيبتي فاتن. ألف مبروك يا عروسة، أخيراً اتجوزتي مجدي؟ إيه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بيت؟ ده حسن؟ ولا علي؟ ولا عبدالله؟ ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بيت؟ هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكو زي الفل، وألف ألف مبروك للعروسين. قصتهم دول كمان اخواتك في الرضاعه؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت طعمه ملك؟ بتخونيني يا فجرة. ايه ده ايه ده، انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجه، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي؟ ده هما 3 ايام برضو يا شريان. استمتعنا، تكفايه يا اختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تف من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ هاي صباح ازيك، وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانت ايه اللي جابك يا سنيوره؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انت، انا جاي اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي. ما تختشي بقى يا بنت يا شريهان، اسكتي خالص. ومال يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفره؟ دي السفره، ودي اوضه القعاد. يعني ايه اوضه القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج.
اخرها كي. بقول لك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت، ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي؟ كنت هنسى ماما ميمي. ابلة ميمي، اهلا وسهلا، نورتي يا ابلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي، ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. Thank you.